شبيه شي يريد؟ يريد يطلع مظاهرات على القانون؟ ها حلو، هذا هم يدور تفخيذ؟ شبيهم وين التفخيذ؟ زين هذا بعده صغير ما يتزوج وحدة كبيرة، يعني ليش يريد يفخذ؟ ها؟ عاجبهم؟ يلا شغل خلنا نشوف شبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله غدا يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى 8 من الشهر 9 ستكون لنا وقفة احتجاجية في ساحة التحرير الساعة 5 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هسه طالعين. على الأخوة جلب سجادة وتربة معه وماء، لأن احنا ما عندنا دعم. وقف 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 شيخ، يجيبون مي وياهم؟ ما عندكم دعم؟ شاي اهلي بالع الدولة شيخ، ياهو اللي شافط الدولة هسه ما عندكم دعم مو؟ ومن يسوي قانون التفخيذ يجيك دعم؟ كمل كمل يشتغل ان شاء الله. فندعو جميع القوى الخيرة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها بعض رجال الدين من المذهب الجعفري. لذلك ندعو الأخوة للمشاركة إن شاء الله نصرة للمذهب ونصرة لحرية في تطبيق أحوالي الشخصية وفق ما أعتقده وأريده أنا. فعلى الأخوة أنهم يكونون على هبة الاستعداد إن شاء الله غدا، والملتقى بإذن الله سبحانه وتعالى. بالله شوفوا لي باوع باوع باوع، وقف وقف وقف، شوفوا لي احد طالع هسه بساحة التحرير؟ ها؟ الشيخ ما موجود؟ ولا هو ولا السجادة؟ ولا المي؟ لعد وين التظاهرة؟ ولا جايب وياه ولا طفلة؟ ولا رضيعة؟ ولا وحدة يريد يفخذها بساحة التحرير؟ اوف لك، بس اسالك سؤال، رحم الاهلك، يعني ليش ما تجيبون فد يعني تشريع يرجع لنا الفلوس اللي انباقت من العراق؟ ليش ما تجيبون فد شيء يخلينا نصير مستوانا المعيشي احسن؟ ليش ما تسوون قوانين تشريعيه تضمن حق الانسان مني يموت؟ انا اسالك، اوقف اوقف، هذا خوز ذكرني بموضوع، اسالوا كلكم هذا الشيخ، ليش ما يسوون قانون انه اللي يندفن في مقبرة النجف النموذجية الجديدة اللي هم مشاركين بيها اللي يندفن بلاش؟ ليش ما يسوون هيجي؟ لو هذا بمالات، ها؟ لو هذا ما يصير، ليش ما يسوون قانون بالعراق انه حصري، انه اللي يموت على القليل مو اللي يعيش، اللي يموت ينطوه يغسلوه ببلاش، يكفنوه ببلاش، يدفنوه ببلاش اكراما لانه هو مسلم؟ ليش ما تسوون هيك قانون؟ ليش راكضين ورا الرضيعه؟ ما دافتهم. ليش ما تسوون قانون وسووه شرعي؟ جيبوا لنا قانون وسووه شرعي انه الانسان لما يوصل عمره ما بعد 60 الدولة تتكفل به من الالف الى الياء كل مصاريفه، تسوي عليه قائمة وشرع، شرعوه على المذهب الجعفري، على المذهب الحنبلي، على المذهب المالكي، على المذهب الحنفي، ما يعنيني اي دين او اي مذهب، المهم شرع لي. شنو الغاية انا اليوم من ادفن واحد على حسابي انا كدولة اسلامية؟ هنا أنا لك اجر وثواب ورب العالمين يرحمنا ويرحمكم، لكن من تجي تنام ويا وحدة او تحطها بين رجليك، ها، وتخلي بين رجليها وهي عمرها 2 سنين، شنو المصلحة لما تجي تعيل مسكين وتوقف وياه؟ الله يرحمك ويرحمنا، لكن لما تجي تعقد على وحدة عمرها يوم، شنو الغاية وشنو المصلحة يا شيخ؟ راح تطلعون العالم من الملة. انا اريد اسأل هذا الشيخ،
إذا عنده أخت عمرها 5 سنوات يزوجني إياها وأفخذها؟ سؤال ودوله إياه، دزوله إياه، أقول له قحطاني سلم عليك. يقول إذا عندك أخت عمرها 5 سنوات، عمي مو سنة، 5 سنوات، يخليني أني أتزوجها تمام وأعقد عليها بالشرع وأفخذها، يقبل؟ جاوبوني. انتو الستاف اللي قاعد برا هسه كله كم واحد انتو قاعد؟ احكي وياك، كم واحد انتو قاعدين؟ 6 8. اي واحد من عندكم هسه عنده اخت عمرها 5 سنوات يقبل يزوجني اياها وبالشرع يقبل يزوجني اياها حطها بين رجليه؟ ليش انت تقبل على عرض العالم؟ كافي، كرهتونا بكل شيء. شنو هالشذوذ؟ شنو هاللذة اللي بالطفلة؟ يقول لك شرع، شرع لي شي بي خير، شرع لي شي يفيد الأمة، شرع لي انه شي يضمن حق العالم، شرع لي شي يضمن حق الخريج، شرع لي، شرع لي، انا اريدك تشرع لي. بس عوفوا الجنس، رحمة دينكم.